اهلا بيكم في باقي فيديوهات عمل الاشكال الهندسيه المجسمه، وهنعمل النهارده شكل المخروط. تابعوا معايا الفيديو. في الفيديوهين اللي فاتوا عملت شكل الاسطوانه وشكل المستطيل، وانا بعمل الاشكال الهندسيه المجسمه دي عشان اعمل منها تدريبات رسم عشان اقدر ارسم من اشكال قدامي مرسمش من صوره، لان اصل اي رسمه برسمها واصل بدايه التعلم الرسم هو الاشكال الهندسيه، فده تمرينات مهمه جدا ببتديها بني اوريكم ازاي نعمل اشكال هندسيه مجسمه. في طريقتين لعمل المخروط. اول طريقه اني بجيب ورقه A4 وهوريكم ازاي بنعمل شكل المخروط، او ان تعملوها من ورقه تقصوا منها شكل المخروط، وهسيب لكم الورقه دي PDF هي وباقي الاشكال الهندسيه المجسمه في الديسكريبشن بوكس. فقبل ما تبتدوا في عمل الاشكال الهندسيه اطبعوا الورقه اللي انا سايباه لكم في الديسكريبشن ده عشان نقصوا ونوريكم ازاي نعملها مع بعض. من عند نص الورقة ابتديت اتني الورقة الـ A4 على شكل قرطاس، وفي نهايتها عملتها بصمغ ستيك ولزقتها. وبقص الجزء اللي تحت من القرطاس بحيث يكون فيه قاعدة تقف عليها المخروط. بجيب ورقة تانية بحط عليها شكل المخروط وبرسم شكل دورية بحيث ان اقصها واحطها من تحت كقاعدة، بحيث ان لو عاوزت ارسم الشكل من اي اتجاه حتى لو هو نايم او كده يكون لي ارضية من تحت. برسم 3 مستطيلات من الجنب في الدورية اللي انا عاملاها للقاعدة دي عشان الزقها في طرف المخروط فتمسك فيه، وبعد كده بحط صمغ عليه وبحط المخروط وبسيبه شوية لحد ما يمسك في القاعدة بتاعته. بعد ما نشف الصمغ الستيك بقص بقى الاطراف دي كلها، والثلاث مستطيلات اللي كنت مخرجاهم من الدورية قبل ما اقصها هتنيهم على برا في شكل المخروط عشان يمسكوا فيه وانا برزقه. بس كده اتكون عندي شكل المخروط. الطريقه التانية ان اقصها من الشكل اللي سايباه لكم، الورق PDF اللي سايباه لكم في الديسكريبشن، لكن لما باجي اطبعها بطبعها على ورق A3 ده بيكون اكبر من A4، والمثلثات الصغيره اللي انتم شايفينها دي في الرسمه بقصها برده كويس جدا بحيث انها تدخل في الدوريه اللي تحت بحيث انها تمسك فيها بعد ما بلف الشكل، بيكون شكله زي ما انتم شايفين كده، وبدخل المثلثات الصغيره تحت بحيث انها تمسك فيه الدوريه اللي تحت اللي هي القاعده. بس كده، ودول شكلين المخروط. اعملوا واحد منهم او لو حابين تعملوا الاثنين، لكن هتحتاجوا تطبعوا من الورق اللي سايباه لكم في الديسكريبشن، هو شكل بعض الاشكال زي المربع والمستطيل اللي احنا هنكون هنستخدمه بس بالورق اللي هنطبعه على ورق A3. وفي الفيديو اللي جاي هنعمل مع بعض شكل المربع. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك للفيديو. شكرا لمتابعتكم، باي.